السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أصدقائي، معكم أيوب أو يوبي، ولمتت لكم بحلقة جديدة من سلسلة تختيم لعبة أساسين كريد سينديكيت ومدبلجة، فهيا لكي ننطلق. لدينا مهمة هنا شباب بالقرب منا في داخل القطار كما ترون معي، الهروب بالصناديق. حسنا دعونا لكي نبدأ المهمة مباشرة. طيب كاتسين جديدة. ليلة مثيرة أخرى لإيفي فراي في المنزل. إيفي فراي، حسنا اسم هذه الفتاة. إنني في طريقي للخروج، عثرت على كاسف عدن. ما تأثير هذه؟ لقد عثرت على قطعة كاسف عدن. صد الرصاص أم التحكم في الناس؟ إنها آثار خطيرة جيكوب، خاصة إذا وقعت في يد الفرس. تتكلمين بالضبط كأبي. ليتني مثله. لوسي ثورن تنتظر شحنة الليلة، إنها خبيرة بشؤون ستاريك الغامضة. أنا متأكدة أنها تنتظر استقبال قطعة كسف عدن. هذا يبدو ممتعا، أتمانعين أن انضممت؟ عدني أن تلتزم بالمهمة. أنا أعدك. محتويات هذا الصندوق كثير من حياتك أنت وحياة جميع أفراد عائلتك، هل تفهم هذا؟ نعم أنسة ثورن. انتبه وضاعف الحراسة على تلك العربة. أنسة ثورن، حسنا هؤلاء الأشخاص ينقلون صندوقا غامضا، لا أعرف، أتوقع بأنه الصندوق الذي تحدثت عنه إيفي فراي، يعني الصندوق الذي يحتوي على قطعة كسف عدن أو شيء كهذا، لا أعرف الصراحة. قطعة كسف عدن، كنت أتطلع لتحد، لكن لا يهم، سوف نكتشف ذلك فيما بعد. والآن دعونا الآن لكي نرى ماذا سوف نفعل. حسنا دعونا نستخدم عين الصقر لنحدد الأعداء ولنرى الهدف. نعم الهدف موجود هناك، فدعوني أقترب قليلا لأنني لا أستطيع رؤية الأعداء من هنا بشكل واضح. العدو الوحيد الذي يظهر أمامي هو أولئك الاثنين. حسنا داس، كما أنني رأيت شخصا عدوا آخر فوق هنا، هذا هو، وأتوقع بأنني سوف أبدأ به يا شباب. يلا بسم الله، أول شخص سوف يموت في هذه المهمة هذا، إنها فتاة. حسنا لا 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 سوف يرانا. كيف أصعد إلى فوق؟ ممتاز، هكذا جميل جدا، هربنا، ممتاز. في واحد هنا، كيف لم يستطع رؤيتنا هذا الشخص؟ ممتاز، البقاء في الاعلى الى الابد. ايوه جميل جدا، احسنت يا ايفي، احسنت. والان لنرى كيف سوف نستطيع الاستيلاء على هذا الصندوق، ذلك الصندوق. كم عدو موجود بالقرب منا؟ واحد، اثنان، ثلاثة، خمسة، ستة، شرطي هنا. إذن لحظة، يوجد هذا، لحظة يوجد هذه القطعة. سلام، تذكرتها، حتى أنني نسيتها. لحظة الآن، من سوف ينجي منهم سوف أقتله بيدي. أيوة ممتاز، أقتلوه، أقتلوا الشرطة أيضا، الشرطة لا تهمني أبدا. أوكي أحسنت، أقتل. اوكي لقد ماتوا جميعا، يا سلام عليك، هذا سوف اسمع بعض الاصوات هنا. اوكي افتح هذا الصندوق، افتحوا الصندوق يا اخي، لماذا لا يفتحون الصندوق؟ حسنا دعونا نهرب، والله مشكلة، لم أتوقع بأن الشرطة سوف تهاجمني. داس مات، جميل، لم يبقى أحد. لا ما زال هناك أشخاص آخرون قد أتوا، والله مشكلة، كيف سوف أستولي على ذلك الصندوق؟ بس دعوني
أقتل صاحب هذا الرأس الضخم. أوكي ممتاز. كم بقي شخص؟ كم شخصا بقي؟ بقي واحد. أتوقع بأنني ماذا إن قمت بحركة؟ هل سوف تنجح؟ يا سلام، والله نجحت، جميل جدا. والآن دعونا لنفتح الآن الصندوق على راحتنا. ممتاز، لنرى ماذا سوف نجد هنا. أوه كتاب. هل عثرتي عليه؟ في الواقع ها هو ذا. أوه ماذا فعلت؟ هيا بسرعة فلنهرب. بالكاد هذا وقت الأسئلة. واو هيا فلنهرب الآن، هذا ليس وقت الأسئلة. ممتاز. كيف اوكي كي او شوفوا معي. اذا تسنى لك الوقت. كيف وات من اين يطلقون؟ لحظه بهدوء. اين الاعداء؟ اطلاق سريع. اوكي علي الضغط على اف يا شباب. اطلاق سريع. ممتاز، اقتل هذا. ممتاز، قتلت الحصان. انا اسف جدا يا حصان، لا احب الصراحة قتل الحيوانات، لكن ماذا سافعل؟ للضرورة احكام، للضرورة احكام. انا اسف. هكذا نستطيع التخلص من العصابات يا شباب. ممتاز ممتاز، صبنا واحد. ممتاز، هذا مات، جميل جدا. واحد قادم إلينا. ممتاز، نحن نحتاج إلى ذخيرة. ممتاز، يلا قتلتهم جميعا. الجلوس بجانب السائق. بما أن تخلصنا عليهم. لا 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 لا، لم نتخلص. توقف، أين تريد الذهاب؟ ممتاز. انقلبت عربتهم. ما زال هناك الكثير. ممتاز، أوكي. هل ما زال هناك المزيد؟ من يريد الموت؟ من يأتي إلينا؟ يا حصان توقف وإلا قتلتك. ممتاز، إنه يسمع الكلام. حسنا، والآن ماذا سنفعل؟ ما زال هناك الأعداء وآخرون. توقع بأننا تخلصنا من جميع الأعداء. حسن علينا الذهاب إلى هناك قبل انتهاء الوقت. ممتاز، وصلنا، جميل جدا. والله كانت مطاردة جميلة جدا وشيقة يا شباب. يجب أن نفعل هذا مجددا. انتبه إلى رأسك يا فتاة. اوكي حصلنا على كتاب غامض، لا اعرف الصراحة ما ذلك الكتاب، لكن لا يهم، امره. ممتاز، ظهرت لنا كاتسين جديدة. اصلحنا القطار لاجلك، قليل من الطلاء، سجادات من كامدن لوخ. اوكي لقد اصلحوا قطار، وما شأني انا بالقطار؟ طيب وماذا بعد؟ ماذا سنفعل؟ ستقضين على مشاعر الناس في تلك العصر. اوكي ممتاز يا شباب، حسنا. لدينا مهمة اخرى، لكن دعوني اجمع ماذا يوجد هنا. اوكي جمعنا كل شيء. الدخل، دعونا الآن نذهب إلى تلك المهمة الموجودة هنا. توجد مهمة، هذه مهمة مع ما كان اسم هذا الشخص، نسيت الصراحة اسمه، هذا الصديق ونسيت اسمه. لنرى الآن. لعلك لم تجد قطعة كسف في عدن، فهذه المادة لا تقدر بثمن. انظري، مكتوب هنا أن الأساسنز وجدوا كفنا. يفترض بكفن عدن أن يشفي حتى أعمق الجروح. لو كان الأساسنز قد عثروا عليه، كان أبي سيعرف.
لابد أننا أغفلنا شيئا. شيء نراه نحن فقط. تبدو كأنها إرشادات. هل رافقتني؟ أنا لا أجيد العمل الميداني. وجدنا دليلا يقود إلى أحد آثار السلف، أترغب في تتبعه؟ سنقد وجدوا أثرا ما على الرفض. وسوف نقوم بتتبع هذا الأثر يا شباب لكي نرى إلى أين سوف يوصلنا هذا الأثر. أوه رجال الشرطة سوف يلاحقوننا. لا يلاحقوننا. حسنا دعونا الآن لكي نذهب إلى المكان الذي يريدونه منا الذهاب إليه. انظروا معي، المكان بعيد نوعا ما، موجود في هذه المنطقة. فسوف توقع. امشي يا حصان، ما بك؟ لماذا توقفت؟ امشي أيها الحصان وإلا ضربتك. هكذا أحسنت. الشارع مزدحم كثيرا يا شباب كما ترون معي، لهذا لا يجب علي الإسراع كثيرا حتى لا أقوم بحوادث كثيرة. وطبعا سوف أختصر عليكم الوقت يا شباب، وإن كان هناك يعني شيء مثير للاهتمام في الطريق فسوف أظهره لكم في هذا المقطع، وإن لم يكن فسوف ندخل مباشرة إلى المهمة. باب طيب وصلنا يا شباب، لكن بعد أن قمنا بحوادث كثيرة. ممتاز. أوه ما هذا؟ إذا اعتقدت الآنسة ثورن أن الكفن لا يزال هناك. والله مشكلة 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 مشكلة. لحظة حسنا قد وصلنا يا شباب. أوكي ولم يعثروا عليها. والآن ماذا؟ نحن أكثر حنكة منهم في إخفاء الأشياء. أوه حسن ضغطنا على في. ممتاز أعتقد وصلنا. أظن أنك محقة. انظري سأكون في المكتب، لا أريد أن يزعجني أحد إلا إذا كان يحمل خبرا عن المفكرة. أتوقع بأنها أن هذه رئيسة أما زلت تنوين الدخول هذا المكان وما شابه، بما أنها ذكرت أنها سوف تكون في مكتبها. لا تقلق سنبقى بعيدين عن أنظار الآنسة لوسي. أنا أدخل. حسناً علينا الآن التسلل والدخول إلى داخل المبنى، لكن لا أستطيع رؤية داخل المبنى. حسناً وسوف أتنكر يا شباب حتى تذكر أن يوجد هنا حارس. هذا هو الحارس. نعم وهل يوجد غيره؟ نعم هناك حارس آخر غيره في هذا المكان. علي أن أنتظر حتى يمرني، بعد ذلك أستطيع الدخول. أوه شوفوا صديقنا ذاك أين يقف. أوه كيف يستطيع الوقوف أمام هؤلاء الحراس بدون أن ينتبهوا له. حسنا دعوني. لقد رأوني يا شباب. لا مشكلة دائما أفشل يا شباب. حسنا أوه انظروا معي، لقد بدأوا بقتال صديقنا ذاك. لا سوف يقتلونه على هذا الحال. يلا سوف أدخل من هذا المدخل يا شباب دعونا. لا 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 لا. أوه لقد مات حليفنا يا شباب، مات حليفنا. لا أصدق فشلنا في المهمة. سوف نعيد المهمة من جديد يا شباب، ويجب أن نكون حذرين كثيرا كثيرا هذه المرة. حسنا يا شباب كما ترون يجب أن أكون حذرا جدا جدا يا شباب. والآن انظروا معي، أرى حارسا هنا يا شباب، يجب علي انتظاره حتى يمر لنرى كم حارس موجود هنا. أوكي واحد فقط، سوف أنتظر مروره، بعد ذلك سوف أدخل من تلك النافذة. أتمنى ألا يكشف أمر. حسنا أوكي لم يرني. اوكي اصعد 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 اصعد. ادخل ادخل ادخل. طيب اوه في حارس هنا. ممتاز اقتل هذا.
ممتاز، قتلته. والآن ماذا؟ احمل هذا. ابعد يا امشي امشي يا غبي او غبية او لا اعرف. ممتاز، خبأناها، خبأنا الجثة. هذا جميل جدا. دعوني اسرق ما لديها. اوكي، سنسرق هذه ايضا لنرى هل هناك المزيد من الحراس. لا يوجد المزيد من الحراس. اوكي، افتش الغرفة. علي تفتيش الغرفة؟ عن ماذا سوف افتش هنا؟ يوجد شيء فوق المكتب هنا. دعونا نرى، اختبر. اساسا اخرى؟ نعم، حسنا. اكتشف كل مجموعة تذكارات كين واي او ما شابه، لا اعرف ما قصدهم بكين واي. لا يهمنا الامر، لكن سوف نكتشف هذه الأشياء. من الأفضل أن أبقى هنا. نعم، الأفضل لك أن تبقى هناك، وإلا سوف تكون نهايتك. أي، كيف أستطيع رؤيته؟ إنه قريب جدا مني. تعال. ممتاز، حركة جميلة جدا، حركة جميلة جدا. والآن يوجد شيئا فوق هذه الطاولة، دعونا نرى ما هي. اختبر. شيء من زمن إدوارد كينوي. اوكي، لا اعرف ما هذا الشيء. الآن ماذا؟ هنا باب. لا 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 لا، سوف ندخل هنا. دعونا ندخل. أرى بأن شخصا ما قادم إلينا يا شباب. طيب 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 طيب، أوكي. موجود خلف هذا الجدار. هنا باب مقفل، هل نستطيع فتحه؟ دعونا نرى. افتح. لا أستطيع فتحه، لكن ماذا إن أتيت من هذا الطرف؟ وات؟ تعال، لا تهرب. أنت سرية. لا 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 لا، سوف نواجه مشاكل كثيرة. سوف نواجه مشاكل كثيرة. اقتليه. ممتاز، جميل جدا. اوكي، لم يشعر بنا اي احد. والله لم انتبه لهذا الرجل يا شباب. طيب 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 طيب. اوكي، هذا الطبق الان اصبح فارغا. عن ماذا سوف ابحث هنا ايضا؟ لا يوجد شيء على ما اعتقد. هذا الباب قلنا مقفول. يلا لا يهم، دعوني اعود من حيث اتيت وننزل إلى الطابق الأسفل. طيب 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 طيب، من أين الطريق؟ نسيت نسيت. هذا هو الطابق. ممتاز، هذا هو الطابق الأسفل. دعوني. هنا الخارج، هل سوف يدخل أحد؟ لا لا أحد سوف يدخل. في صندوق هناك، ويوجد شيء على هنا. لحظة 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 لحظة، هذا هو الآنسة ثورن، جامعة أثار مهمة. أوكي، لنختبر أيضا. في شيء آخر هنا. لحظة، هنا 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 هنا، هذا هو هذا هو. لحظة، هي لا أصدق أنهم حافظوا على هذا. أوكي، هذه سيوف، اختبر. اوكي ممتاز، يوجد حارس هناك. شوفوا معي، يوجد هنا شيء اخر. اتمنى لو رآه والدي. ممتاز، لا يهمنا امر هذه الاشياء، لكن ما اخاف منه يا شباب ذلك الحارس هناك. ممتاز، كاتسين جميلة. هذا سوف يوفر علينا الكثير
من العناء. ما الذي نبحث عنه؟ لست متأكدة بعد. حسنا، علينا الآن البحث. أوه، يوجد هنا البيانو يا شباب كما ترون. فتش الغرفة، اختبر. شيء نحن فقط نراه. ألغي. نحتاج هذا. أرى شيئا ما على الجدار، كأنه رموز أو ما شابه. D A D E F D. أوكي، حفظتها الآن. ممتاز. دعونا الآن لكي نأتي إلى البيانو لكي نرى يا شباب. طيب، ماذا قلنا؟ قلنا D. ممتاز. A. بعدها D. ثم A. ثم F. ثم D. ليتني. يا سلام، والله حللت اللغز يا شباب، جميل جدا. اوه شوفوا معي، فتح لنا قبو سري. فتح لنا قبو سري يا شباب. كان محبا للابهار. طيب يلا دعونا ننزل يا شباب لكي نرى ماذا يوجد في هذا القبو السري الذي اكتشفناه داخل هذا المبنى. اوه هذا هو الصندوق الذي رأيته في الاول. رائع. اعثر على كنز كينواي. اين سوف اجد هذا الكنز؟ هنا. هذا هو. هذا هو الكنز. هل يعقل أن تكون هذه هي القطعة التي كنا نبحث عنها؟ تاريخ الأساسنز في لندن، حفر مسامير، خزائن مخفية، مفتاح مخفي. هذه هي. تقول أنك سمعت موسيقى. لم تكن هذه الفتحة هنا من قبل. قد لاحظوا وجودنا. إنها تغلق. يستطيع أن أرى ذلك. ساعدني من انطلاقها. حسنا، لقد كشفونا أولئك الحراس، علينا أن نهرب الآن. طيب، أوه. دعونا نفتح هذا الشيء الآن. عليه الضغط هكذا. ممتاز. أيوة نرى. فتح لنا باب سري. يا سلام، هذه القلعة أو لا أعرف ما هذا المكان مليء بالأماكن السرية. يلا فلنهرب الآن منه. حسنا، سوف نخرج من هذا المكان السري. بتاريخ الأساسنز تترك لعالم النسيان. من هنا. أهرب من قصر كينوايا أو شيء كهذا، لا أعرف. أتمنى أنني ذكرت اسمه بالشكل الصحيح. حسنا، مغلق. يوجد سلم. يوجد هنا سلم. جميل جدا. أنا. لا. وجودي هنا لا يعني. ضربة. والله حسبت بأنني سوف أقاتله، لكن جميل جدا أنني استطعت قتله بضربة واحدة. رائع جدا. دعنا لكي نرى ماذا أحمل. أوكي، ممتاز يا شباب، كما ترون أنجزنا المهمة بنجاح. لا أعرف إلى أين يذهب صديقنا هنري هذا، لكن أنا سوف أصعد فوق. أنا أحب الصراحة السطوح، أحب تسلق السطوح. وهنا سوف أنهي حلقتنا لليوم يا شباب. كما ترون لدينا مهمة جديدة لكن بعيدة جدا، سوف نتركها إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله. فأتمنى أن تعجبكم هذه الحلقة، وأتمنى لا تنسوا دعمنا بلايك واشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين. قموا بدفع زر التنبيهات لكي يتم تنبيهكم كلما نزلت مقطع جديد، واشتروا المقطع مع أصدقائكم. أراكم في المقطع المقبل إن شاء الله. كان معكم أيوب أو يوبي. مع السلامة.